المجتمع حتى إذا كان مجتمع في حالة ركود تحدث فيه مشكلات، فكيف إذا كان المجتمع في حالة تحول؟ الأفراد لهم ثلاثة مواقف. بعض الأفراد يغذون الفتن الاجتماعي، طبيعة تخريب عندهم، يحرك هذا ضد ذاك، ذاك ضد هذا، الرجل ضد المرأة، المرأة ضد الرجل. بعض الأفراد عندهم موقف المتفرج، الوقوف على التل كما قاله ذلك الرجل، تفرج أنا شعلة. وأكو بعض الأفراد يحاولون أن يتدخلوا، يخلون ما يوجههم لحل المشاكل. النبي الأعظم صلى الله عليه وآله هو بذاته كان يتدخل لحل المشكلات الاجتماعية. أمير المؤمنين صلوات الله عليه بذاته كان يتدخل لحل المشكلات الاجتماعية بين رجل وامرأة، سوء تفاهم أكو، تدخلوا في القضاء، فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهم.